بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زار كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم الراد ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريك وعائلتي الشهيدين حراث بن عامر من مدينة سمورة والشهيد عدا رايس من مدينة غليزان وقدم لهما تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتقديم منحة تضامنية لعائلتي الشهيدين. التغطية لحمزة زروقي. قد ضحى بنفسه من اجل احياء ارواح الاخرين. ضحى بالنفس والنفس او سب لنفسه باش ينقذ ارواح باش يحيي الناس، ومن احيا الناس كانه احيا الناس جميعا، من احيا نفسك انه احيا الناس جميعا، وشهيد انه حريق حريق حريق. اذا هذا واش على بالي ثم ذلك الذي كانت تامنوا بقضاء الله وقدره وقابلين الشيء هذا. الرزق صعيب، الالم صعيب، انما ما كنتش مبارك حاسم به. الجزائر كل حسابه، والسيد رئيس الجمهوريه حاسب هذا على هذه الح علينا انا السيدة وزير التضامن باش نزوروا دار بدار، باش نزوروا الديار تاع الشهداء. ابدا الدولة ما تخلى على ابنائها ابدا، كل وقت وكل حين راهم دائما في بالهم. تعازينا الخالصة لكل عائلات الضحايا، نتمناو يعني الشجاعة والإرادة لكل أم جزائرية أنجبت الشهداء ولا زالت تنجب شهداء على هذا الوطن. يعني ما نستحسنوا، وراني فخوره طبعا المراه الجزائريه والام الجزائريه انها صابره ومستعده تضحيه اكثر فاكثر. يعني ان شاء الله تكون اخر احزان هذه العائله الكريمه، وراني نشوف يعني صبر كبير هذه الام الجزائريه اللي هي قدوه الباقي النساء الجزائريات، وهذه قدوه لكلنا انه نفديو بابنائنا هذا الوطن العزيز ونصبر.